ولنقاش الملف اللبناني حول قرار مصر في لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات وتداعياته على المواطن، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية الأستاذ مصطفى العويك. أهلا بكم سيدي. يا أهلا بكم سيد مصطفى. بعد إعلان مصرف لبنان المركزي رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها ابتداء من اليوم، كيف تلقى اللبنانيون هذا القرار في ظل الحالة المعيشية الصعبة؟ يا سيدتي، يعني بالبداية القرار ليس نهائيا، على اعتبار أنه منذ قليل كان هناك اجتماع بين حاكم مصر في لبنان ورئيس الجمهورية ميشيل عون حول هذا الموضوع بالذات، بعد التداعيات الشعبية إذا صح القول التي رافقت الإعلان عن القرار بالأمس. ورئيس الجمهورية استدعى رئيس ميشيل عون صباح اليوم حاكم مصرف لبنان بعد القرار، هل وردت معلومات عن نتائج هذا اللقاء؟ انتهى اللقاء منذ قليل، ولكن لا جديد في تطورات هذا الملف، يعني لم يقدم هناك اي بديل. حاكم مصرف لبنان لا يزال مصر على رايه، على قراره، لانه يعتبر ان الاحتياطي في العمله الاجنبيه الذي لديه لا يمكنه ان يوافقه على دعم المواد الغذائيه او الادويه او يعني الطاقه، المازوت وما شابه، لانه لا يمكنه ان يتصرف بهذا الاحتياط. من جهته يريد رئيس الجمهوريه من حاكم مصر لبنان ان يتصرف في هذا الاحتياط، وان كان بطريقه عشوائيه كما حدث عندما رفضت الدوله اللبنانيه دفع سندات اليورو بوند ايضا بطريقه عشوائيه. الحاكم يريد في حال اراد ان يرفع الدعم يقول لهم اتوني بقانون من مجلس النواب يجيب لي ان ارفع هذا الدعم، يعني بمعنى اخر يريد ان يغطي نفسه قانونيا ودستوريا حتى لا يطال. لكن لماذا لم يتم التنسيق مع حكومه تصريف الاعمال او حتى رئيس الجمهوريه؟ لماذا جاء القرار هكذا مفاجئا؟ يا سيدتي، لبنان يعيش صراحه نوع من يعني من اللا استقرار على مستوى حتى على مستوى السلطه. يعني بالامس مثلا عندما اتخذ هذا القرار ضمن اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ليس من صلاحياته اصلا ان يخوض في هذه الامور، على اعتبار ان الحكومه هي التي يجب ان يكون هذا الموضوع لديها، رئيس حكومه تصريف الاعمال حسان دياب لم يحضر هذا الاجتماع. يعني من هنا تبهن الصوره إذا صح التعبير، كيف تؤخذ القرارات بالكيدية السياسية وبطريقة العشوائية في لبنان. يعني اليوم العهد يصر، عهد رئيس الجمهورية يصر على أن يأخذ لبنان إلى محلات هو عبر عنها الرئيس عندما قال أنه يريد أن اللبنانيون أو اللبنانيين ذاهبون إلى جهنم. وبالفعل يعني اليوم التخبط الذي نعيش فيه والسياسات التي ينتهجها هذا العهد هي فعلا يعني تأخذنا إلى جهنم. يعني اليوم في لبنان عندما يكون الحد الادنى للموظف هو 30 دولار، لا يتعدى 30 دولار امريكي، وتكون سعر مثلا صفيحه البنزين او صفيحه المازوت 15 دولار امريكي، فكيف لهذا المواطن ان يعيش؟ هنا السؤال الاساسي. بالحديث عن المواطن معذرة على المقاطعة أستاذ مصطفى، باعتبار تحدثت عن المواطن، جاءت ردود فعل الشارع اللبناني غاضبة وتجسدت في احتجاجات بقطع الطرق، إلى أي مدى تتوقع تراجع المصرف المركزي عن قراره بعد الغضب الشعبي والمرجح للتصعيد؟ والله أنا أعتقد أن المحاكم المركزي لن يتراجع عن هذا القرار إلا في حال حصل على قانون يجيز له ذلك من مجلس النواب، حتى لا يصبح هو وحيدا طريقة الناس وطريقة السلطة السياسية. يعني بمعنى آخر هو يريد أن تجيز له السلطة السياسية أن يصدر استخداما أو أن يعيد استخدام الاحتياطي الإلزامي حتى يبقي الدعم. أما إذا في حال لم تعطيه السلطة السياسية هذا القانون حتى يتمكن من استخدام الاحتياطي، فانه سيستمر بقراره رفع الدعم، وبالتالي عندما يستمر بقراره
بنفع الدعم انها سيكون لها رده فعل طبيعيه وعفويه في الشارع، لانه صراحه اللبناني لم يعد يستطيع ان يكمل الحياه بالشكل الحالي الذي هو فيه عليه. يعني اليوم في لبنان اذا مرض الصغير ليس له هناك من ادويه، لا للحراره لا من المسكنات، ليس هناك اصلا من حليب للاطفال. كل هذه المواد الاساسيه غير متوفره، هي موجوده للاسف، هي موجوده ولكنها غير متوفره في متناول الايدي. لماذا؟ لان الشركات تحتكرها وتريد ان تبيعها على سعر سعر صرف يوازي الدولار. نعم. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك، حدثتنا عبر الهاتف من بيروت.